أهلا بحضراتكم مرة تانية. بعد الفاصل، هيئة قناة السويس حققت أعلى إيراد شهري في تاريخها ب 629 مليون دولار خلال شهر إبريل. كمان سجلت أكبر حمولة صافية شهرية بإجمالي 114 مليون و 500 ألف طن. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. يا سيادة الفريق، صباح الخير يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا محمد بيه، أهلا وسهلا، كل سنة وحضرتك طيبين كلكم. يا أهلا بيك يا فندم. عايزين نتكلم مع حضرتك عن إحصائيات الملاح في القناة في شهر إبريل، وكمان عدد السفن اللي مرت في القناة، كم سفينة في هذا الشهر؟ احنا خلال الشهر ده إبريل مقارنة بالسنة اللي فاتت، يعني احنا معدل السنة دي 1900، الشهر ده 1929 سفينة. مقارنة بالسنة اللي فاتت بقى يبقى زيادة 6.3%. الحمولة الصافية أعلى حمولة على فكرة في تاريخ القناة، 114 مليون طن، زيادة عن السنة اللي فاتت 3.9%. والإيراد برضه أعلى إيراد، 629 مليون دولار بزياده 13.6%. طبعا اللي بيحصل ده ارقام طبعا قياسيه برغم التباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي. يعني احنا كنا نتوقع السنه دي ان شاء الله ان نمو الاقتصاد العالمي هيبقى 3.6 مقارنه بالسنه اللي فاتت كان 6.1. يعني برضو اللي بيحصل ده حاجه يعني نعتبرها احنا انجاز يعني لهيئه قناه. بكل تأكيد يا فندم. يعني سيادة الفريق، بعد التحية، الحقيقة ما شاء الله تتوالى تسجيل الأرقام القياسية بالنسبة لقناة السويس. خلينا نعرف من حضرتك يا فندم، يعني ده معناه إيه أو مؤشر لإيه؟ شوف يا أستاذ جمال، أنا يمكن كنت طلعت في أول الأزمة الروسية الأوكرانية وقلت إن الأزمة دي هيبقى ليها عاملين، عامل سلبي أو أثر سلبي وأثر إيجابي. بس ما كناش قادرين نحدد انهي اثر هيتغلب على الاخر. الحمد لله بالنسبه لقناه السويس الاثر الايجابي تغلب على الاثر السلبي، اللي هو ايه بقى؟ اللي هو ان البترول اللي كان بيطلع من روسيا واوكرانيا والمواد الخام بتاعت البترول بتروح اوروبا، طبعا دي ما كانتش بتعدي في قناه السويس، ان من روسيا للبحر الاسود على اوروبا. ما بقتش بتطلع، ده توقفت. فبالتالي اوروبا اتجهت انها تاخد البترول وخام البترول من الخليج. فأقرب طريق للخليج طبعا وأأمن طريق هو قناة السويس، وبالتالي احنا جات لنا سفن ما كانتش بتعدي قبل كده بأعداد ما كانتش بتيجي قبل كده. هو ده الأثر الإيجابي اللي كنا بنقول عليه، بس ما كناش عارفين هيبقى هل هيتغلب ولا مش هيتغلب، لكن الحمد لله بالنسبة لقناة السويس يعني تغلب. احنا ما نتمناش إن يبقى في أزمات أو يبقى في حروب بين الدول، لكن يعني هقول كأزمة دلوقتي اللي حصل فيها هو ده اللي احنا توقفنا عنده يعني. عظيم. سيادة الفريق، عايزين نقف مع حضرتك عند آخر أعمال التطوير والتوسعة اللي بتتم في القناة ودور ده في زيادة حجم حركة الملاحة في القناة. والله هو التطوير شغال على قدم وساق. طبعا احنا المفروض السنة الجاية إن شاء الله نفتتح المشروع دوت، سيادة الرئيس طبعا بإذن الله هو اللي كان أطلقه. احنا ماشيين كويس طبقا للمخطط، ان شاء الله نخلص في ميعادنا. اثره بقى يعني هو كنت انا دايما برضه بيقول لك هيرجع عائد قد ايه ويجيب حاجه فيها. في بعض المشروعات القوميه كده ما بيبقاش العائد بتاعها قريب، يعني بقى على المستوى البعيد. دي من ضمن المشروعات اللي كده، يعني احنا بنقدم خدمه للعميل دون ان ننظر الى الاثر الايجابي فورا يعني او العائد فورا. لكن هي بالنسبه لقناه السويس هيبقى في عائد طبعا، في سد يعني هيبقى في عدد 6 سفن هيزيدوا داخل القناه داخل المجرى، هيحسن للعملاء الخدمه المقدمه 40 كيلو اللي في الجنوب دول، لان فيها كيرفات كتير، هيقل الكيرفات نتيجه التوسعه اللي احنا هنعملها والتعميق، وكمان هيقلل تاثير التيار والريح على دفه السفينه في الجزء ده، هيشعروا ان في تحسن يعني طبعا موجود. ده طبعا لما نزود احنا العمق ل 72 يبقى احنا جاهزين للسفن من الجيل بقى اللي يعني احنا جاهزين للسفن من الجيل الرابع. بعد كده كمان يمكن لسه ما اتبنتش السفن اللي ما تمرش في قناه السويس، لكن هيبقى جاهزين بعد كده ان احنا نستقبل اكبر سفن عملاقه اكبر من كده. طيب يا فندم، بجانب الحقيقه مشروعات التطوير اللي بتحصل في قناه السويس، ايضا هناك يعني سياسات تسويقيه وتسعيريه لقناه السويس عشان نقدر نكسب ثقه المجتمع الملاحي ونجذب خطوط ملاحيه جديده تتعامل بمرونه مع المتغيرات اللي بتحصل في صناعه النقل البحري زي ما حضرتك كنت بتتكلم. عايز اعرف من حضرتك هذه السياسات ووصلنا لحد فين فيها، ايه كمان اللي متوقع انه يحصل في الفتره الجايه؟ هو احنا السياسه التسويقيه بتاعتنا اللي احنا بنقول عليها مرنه، ساعات تطلع وتنزل زي ما احنا طبقا للموقف العالمي، يعني ساعات نزود وساعات نقلل طبقا للموقف، لكن احنا مجهزين سيناريو زي ما جهزنا كنا في كورونا والحمد لله نجحنا فيه وعملنا تخطيطات كبيره جدا وصلت 75%. برضه احنا مجهزين للسفن اللي هي حسن الحديد وخام الحديد والحبوب
من اوروبا لشرق اسيا. دي ليها هتتنقل طبعا، هتبقى من كندا شرق كندا وشرق امريكا ومن غرب اوروبا، دول طريقهم اقرب لراس الرجاء الصالح. احنا مجهز لهم حوافز بحيث ان اجيبه عندي، لغايه دلوقتي لسه ما عملناهاش، لكن احنا جاهزين بيها، جاهزين المستقبليا، احنا جاهزين الموضوع لو تم ولقينا ان في مراكب بتحيد عن قناه السويس هنقدم على طول الحوافز دي بحيث نقدر نكتذبها تاني ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. يعني الحقيقه يا فندم كمان كنت حابه حضرتك تحدثت عن، كنت حابه اتكلم مع حضرتك عن فكره تاثير او تاثر حركه الملاحه بالحرب الروسيه الاوكرانيه. حضرتك تحدثت انه بالفعل في تاثر كبير بسبب هذه الحرب. عايز اعرف من حضرتك يعني حتى الان حضرتك تحدثت انه الحمد لله احنا الانعكاس بالنسبه لقناه السويس هو انعكاس ايجابي، بالرغم من ان احنا طبعا لا نتمنى الاذى لاي او لا نتمنى الحرب في اي مكان بالعالم، بس عايز اعرف من حضرتك يا فندم خلال الوقت اللي جاي كمان قناه السويس ايه الخطه القادمه بالنسبه لقناه السويس، بالنسبه للخدمات كمان المقدمه للسفن اللي بتعدي فيها؟ تمام. انا طبعا احنا طبعا نعتبر ان احنا تاثرنا بجزء، لان برضو السفن اللي كانت بتيجي من البحر الاسود اتمنعت تقريبا، اللي كانت بتعدي لشرق اسيا وتؤدي بترول او تؤدي حبوب او تؤدي حديد، كل ده وقف، فتعطلنا بيه. لكن احنا بقول الاثر الايجابي كان اكبر من الاثر السلبي. احنا بقى فعلا زي ما حضرتك بتقولي، لا احنا شغالين دلوقتي مع الهيئه الاقتصاديه ومع وزاره البترول في موضوع تموين السفن، خلاص هيطلق قريبا جدا، يعني خلاص توقفنا مع الشركه اللي هنعملها. بنعمل برضه احنا دلوقتي في قناه السويس مع شركتين مقدمين عرض علشان نقل النفايات من السفن واعاده تدويرها مره اخرى، تعمل مصانع موجوده هتعمل فيها، دي بدانا فيها يعني اتفاقيات فيها ان شاء الله، ودي برضو خدمات هنقدمها للسفن. برضو احنا بنقول ان احنا الخدمات اللي بتقدم في البحر يعني هي عباره عن اكثر من حوالي 24 يمكن خدمه بتقدم، من التموين ونقل النفايات، في نقل الكروة او الاطقم، يعني تغيير الاطقم، في تغيير الزيوت، في الاصلاحات كمان اللي احنا بنعملها عندنا في الترسانات، يعني احنا مشتركين بنقدم خدمات اخرى غير العبور في قناه السويس، ولما بنشوف ان العميل محتاج اي خدمه احنا بنحاول نعملها او نخش شراكه مع دوله من الدول الاجنبيه. لغايه دلوقتي ما فيش غير هو اللي جاهز دلوقتي، هو موضوع تموين السفن وموضوع نقل النفايات من السفن، لكن احنا شغالين في بقيه الخدمات الاخرى وجاهزين ان احنا ان شاء الله نطبقها. طيب سيادة الفريق، مع زياده عبور السفن وزياده الحموله وزي ما حضرتك قلت تاثيرات الحرب الروسيه الاوكرانيه والارقام القياسيه اللي احنا بنتابعها مع قناه السويس، هل يعني احنا دايما بنحاول ان احنا نرصد النقاط اللي احنا ممكن كمان نحسنها عشان نقدر نجذب المزيد من السفن، هل توصلتم او هل هناك اي خطوات قادمه اكثر عشان نجذب سفن اكثر عشان نقدر نحسن كمان من الخدمه اللي بتقدمها قناه السويس؟ تمام يا فندم. طبعا احنا دلوقتي بنعمل تطوير للمجرى الملاحي، يعني احنا المجرى الملاحي نفسه كمان، يعني كان مثلا بالنسبه للجراشات، اللي هو الجراشات دي ليه؟ كان في 5 جراشات في قناه السويس القديم، ما كانش في ولا جراش في قناه السويس الجديد. الجراش بنحتاجه في ايه؟ لو سفينه لا قدر الله من ضمن الكونفوي، طبعا احنا عارفين الكونفوي ده بيبقى متقاطر خط واحد زي القطر ورا بعض، ما يسمحش السفينتين يعدوا جنب بعض، فلو قدر الله حصل اي عطل في اي سفينه لاي سبب خارج على الرادار ده بيعطل اللي وراه، فالجراشات دي بتقول ان انا بقطر السفينه اللي هي العطلانه دي وادخلها في الجراش وما اعطلش الكونفوي عشان ما يتاخرش عن 11 ساعه اللي احنا مقررينها، فدي من ضمن الحاجات اللي احنا بنعملها. عملنا فوق عن 500 قيسون، القيسون ده برضه بتتربط عليه السفن اللي فيها عطل طارئ سريع تطلع تتحرق بسرعه، يعني تطلع تسيب الكونفوي. برضه القطاع الجنوبي طبعا 40 كيلو اللي احنا شغالين فيهم، تطوير الاسطول نفسه كمان، يعني القطارات، يعني تطوير القطارات اللي هي بتشتغل مع الكونفوي نفسه، تعاقدنا على 5 قطارات من الصين، بقوا 6 كمان بالقاطره اللي خدناها هديه من السفينه المالكه الايفر جيفن اللي حتى اللي حصلت، كنا خدنا هديه قطره ان شاء الله في شهر اكتوبر ده هيبقى فيه قطرتين منهم موجودين معانا، غير 4 قطرات احنا صنعناها في ترسانه بورسعيد. يعني احنا بنبص دايما للخدمات فعلا بشكل متكامل وبننفذها سواء في كانت الاسطول او في المجرى الملاحي، بحيث العميل دايما يشعر ان هو بياخد خدمه مميزه. عظيم يا فندم، كل الشكر لحضرتك الفريق اسامه ربيع رئيس قناه السويس، شكرا جزيلا ليك يا فندم.